لاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى. من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم. في أواسط عام 2009 للميلادي زرت مدينة فيينا حيث يسكن الصديق القس رأفت مشرقي. كنت في ضيافته لمدة 4 مناظرات. هذه المناظرات كانت الأولى منها في موضوع الصلب والفداء، والثانية كانت عن ألوهية المسيح، والثالثة كانت عن الثالوث والتوحيد، والرابعة كانت عن الكتاب المقدس وصحته وموثوقيته. قدمت كما أعتقد أنا وجناب الصديق مناظرات تليق برجال الأديان، تميزت بالطرح العلمي، بالتعالي على الأمور السيئة والسفاسف التي رأيناها من رشيد في مناظراته، لم يكن فيها شخصنا، لم يكن فيها حديث عن فروج أمهات المناظرين ولا عن غيرها من الأشياء القبيحة التي فاه بها الأستاذ رشيد. كانت إلى حد ما نموذجية، كانت إلى حد ما علمية أكاديمية. ما زلت أطرب لذكرها وأحب أن أعرضها وأستعرض بعضا منها معكم. هذه المناظرات موجودة 4 على صفحتي وعلى قناتي على اليوتيوب، وأيضا تم تقسيمها إلى 100 جزء. في كل جزء تم أخذ موضوع معين، ماذا قال المناظر الأول، بماذا رد عليه الثاني، بماذا رد الأول، بماذا رد الثاني. كل ما قيل في الموضوع تم تجميعه تحت عنوان مقتطفات من مناظرات فيينا، تجدونه في وصف الفيديو. اليوم نستعرض بإذن الله تبارك وتعالى بعضا شذرات مقتطفات من هذه المناظرات. سنستعرض في هذه المرة من 3 منها، ونترك ما يتعلق بالتوحيد والتثليث لأننا سبق أن استعرضنا بعضا من مقتطفات المتعلقة بالتثليث والتوحيد في موقف سابق. حياكم الله وأهلا بكم. في المناظرات الثانية من مناظرات فيينا التي كان موضوعها ألوهية المسيح، تحدثت عن قصة الأعمى، الأعمى الذي رد المسيح إليه بصره، بحسب المسيحيين الذي خلق له المسيح عينيه. ما هو معتقد هذا الأعمى في المسيح عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يعتقد أنه إله؟ أم كان يعتقد أنه إنسان نبي رسول؟ في الحقيقة الأعمى صرح بأن المسيح إنسان، وصرح أيضا بأنه نبي ورسول، لكن جناب القس الصديق رأفت مشرقي لم يعجبه استشهادي، ورأى أني بترت شيئا من الحقيقة، وأني لم أعرض على الجمهور أن القس أن الأعمى قال بأن المسيح هو ابن الله. هل بالفعل قال المسيح أو قال الأعمى بأن المسيح هو ابن الله؟ دعونا نستعرض هذا المقطع من مقاطع مناظرات فيينا. الأعمى الذي يقول المسيحيون بأن المسيح خلق له عينا، هذا الأعمى الذي صنعت معه هذه المعجزة العظيمة يوحنا 9:10، فقالوا له كيف انفتحت عيناه، كيف صرت تشوف انت ما بتشوف؟ فأجاب ذاك وقال، مين اللي شفاني؟ إله متجسد؟ إله متأنس؟ ابن الله الذي من طبيعة الله؟ لا، قال إنسان يقال له يسوع، فالذي شفاه إنسان. هذا معتقد واحد من المؤمنين صنعت به معجزة عظيمة يستشهدون بها اليوم على ألوهية المسيح، وهو الذي صنعت به المعجزة يقول عن المسيح بأنه إنسان. الدكتور قال واستشهد بيوحنا 8
وأخذ مبدأ لا تقاربوا الصلاة. في يوحنا 9 يقول الكتاب: فدعوه ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقال له: أعط مجدا الله. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. ده كلام الناس اللي هم من الخارج، وطبعا الكلام لا يؤخذ بالذين هم من الخارج، لكن لا أحد يعرف الأب إلا الإبن. قالوا إيه؟ ماذا قال هذا الشخص الكلام اللي استشهد به؟ قال إن هذا الشخص إنسان نبي، إنسان فتح لي عيني، لكن لا أعلم من هو. فعدد 35 اللي فضيلة الشيخ تجانبه، فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فدعوا وقال له: توما يا ابن، أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. مبدأ تقاربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده الآية. فأنا أرى فضيلة الشيخ نغير منصف في الاستشهاد بالآيات، كان ينبغي أن يستشهد بهذا أيضا. اكتفى بأنه رد علي بقضية واحدة وعمل لي عليها شوية إيش، حفلة تأنيب بسيطة أخوية صداقية. قال بأنه أنا ببتر النصوص ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنا وقفت في النص. وجاب شاهد قال: ليش ما كملت قصة الأعمى لترى بأن الأعمى يقول: أتؤمن؟ سألوا: أتؤمن بابن الله؟ قال: من هو؟ قال: أنا هو. أطلب من جناب القس أن يقرأ النص في نسخة الرهبانية اليسوعية. نسخة الرهبانية اليسوعية يقول النص: أتؤمن بابن الإنسان؟ أتؤمن بابن الإنسان؟ النص اللي ذكره جناب القس: أتؤمن بابن الله؟ هذا تحريف. النسخة التي بين يديك محرفة: أتؤمن بابن الإنسان. نسخة أخرى، الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، نقرأ هذا النص في الترجمة العربية المشتركة لنرى أيضا بأن الترجمة العربية المشتركة تقول لنا: أتؤمن بابن الإنسان؟ أتؤمن بابن الإنسان؟ ترجمة أخرى: أتؤمن بابن الإنسان؟ ولو رجع جناب القس إلى الأصول اليونانية وترك التراجم المختلفة لوجد أن الأصول اليونانية تقول: أتؤمن بابن الإنسان؟ ولا تقول: أتؤمن بابن الله. هنا أيضا ابن الإنسان. فهذا أنا أقول له: مش لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكن جناب القس يصر على أن المسيح قد وصف نفسه بأنه ابن الله، أو أنه على أقل تقدير قد وصف في الكتاب المقدس بأنه ابن الله. طيب، إذا وصف المسيح بأنه ابن الله، فهل يعني بالضرورة أنه ابن الله بالطبيعة؟ ألا يحتمل أن يكون بأنه ابن الله بمعنى عبد الله الصالح؟ دعونا نقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس عن معنى البنوة قبل أن تخلق الكنيسة المعنى الجديد وهو بنوة الطبيعة. هذا مقطع آخر من المناظرة الثانية حول ألوهية المسيح. الغريب في الأمر أن الشيخ قال أن ولا آية تثبت ألوهية المسيح، وقال كده أني محتاج بس عدة آيات. أنا أجيب لك آيات. عندما نقرأ أكثر في كلمة الله في لوقا 1:35: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلمك، فلذلك أيضا القدوس، القدوس واحد بس، وفي قدوس وفي القدوس، في الرجل وفي الرجل، القدوس ألف لام التعريف هو واحد.
وقوة العلي تظللك، فلذلك بناء فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. في عجالة عندما نقول ابن الله فإشارة إلى الطبيعة الإلهية، عندما نقول ابن الإنسان فإشارة إلى الطبيعة الإنسانية اللي تفضل فيها فضيلة الشيخ. لأن البنوة في الكتاب لا تأتي على هذا المعنى ولا سوف أبصره. البنوة في الكتاب تأتي بمعنى العبودية في إنجيل يوحنا، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي ما معنى أولاد الله؟ أي المؤمنين باسمه. فإذا قيل عن المسيح بأنه ابن الله فمعنى ذلك أنه عبد لله عز وجل. بالمناسبة إنجيل لوقا يخبرنا يقول مثل الملائكة وهم أبناء الله، ويقول عن آدم آدم ابن الله. كلمة ابن الله عندهم تأتي بمعنى عبد مطيع لله عز وجل، وهكذا ينبغي أن تفهم النصوص. أولاد الله أي المؤمنين باسم، هذا معنى. بالنسبة للبنوية وقال أن الملائكة أبناء الله، ما بننكرش كده. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه، ما بننكرش. الكتاب المقدس واضح وبيقول أن في بنوية روحية، في بنوية بالخليقة، الله تبنى المؤمنين من خلال الرب يسوع المسيح. من خلال يسوع المسيح صرنا أبناء لله أي المؤمنين باسمه. لكن المسيح له بنوية وحيدة، طبيعة وحيدة، يستطيع أن يفعل نفس الأفعال التي فعلها الله من خلق، من دينونة، من إحياء، من قضاء. في كلمة الله ذكر عن المسيح أنه ابن الله أكثر من 50 مرة. يوحنا 1:18، الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الوحيد الذي هو في حضن الآب هو الخبر. جناب القس يعترف بأن البنوة في الكتاب المقدس تأتي بمعنى مجازي. ومن أخبرك بأن المسيح بنوته بنوة بالطبيعة؟ وين المسيح قال لك أنا ابن الله بالطبيعة؟ من فين أتيت بها؟ ما عنده دليل. فهذا من تأليفات المسيحيين وليست موجودة في الكتاب. يقول المسيح ابن الله الوحيد، نعم ابن الله الوحيد يعني المفضل. إذا أردت دليلا على استخدام كلمة الوحيد بمعنى المفضل فارجع إلى قصة إبراهيم مع ابنيه إسحاق وإسماعيل، فإن إسحاق وصف 3 مرات في سفر التكوين بأنه الابن الوحيد، مع أنه إسماعيل حسب الكتاب المقدس أكبر منه 14 سنة. يعني إيش معنى الوحيد؟ يعني المفضل. فحين يقال المسيح ابن الله الوحيد بمعنى هو عبد الله المفضل عند الله تبارك وتعالى. استدل جناب القس رأفة مشرقي بدليل آخر على تأليه المسيح. هذا الدليل هو أن المسيح عليه الصلاة والسلام سمي، أطلقت عليه أسماء الله مثل لقب القدوس. هل إعطاء شخص ما في الدنيا اسما من أسماء الله تبارك وتعالى بحسب الكتاب المقدس هل يجعل منه إلها؟ كان هذا المقطع وهذا الحوار في مناظرات فيينا. إن الشيخ قال إن ولا آية تثبت ألوهية المسيح، وأيضا من هو المسيح؟ عندما نقرأ أكثر في كلمة الله في لوقا 1:35، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس، القدوس واحد بس، ما في قدوس وفي القدوس، في الرجل وفي الرجل.
القدوس على لام التعريف هو واحد، وقوة العلي تظللك، فلذلك بناء فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. جلال القس يقول المسيح وصف بأنه القدوس. طيب ماشي، القدوس فقط المسيح الذي وصف القدوس، المسيح إله لأنه وصف القدوس. طيب ماشي، في سفر حقوق النبي 3 على 3 يقول والقدوس من جبل فاران. بيتكلم عن مين؟ عن رجل سيأتي من جبل فاران. إذا حابب تعرف وين في فاران ارجع للكتاب المقدس. في قدوس سيأتي من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. هل هذا القدوس إله؟ هذا اللقب ليس خاصا بالمسيح عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة الكتاب المقدس ألقاب الله وصفات الله يعطيها كلها للبشر. مثلا في المزمور 86 يقول الله قائم في مجمع الله، ويقصد القضاة واقفون في مجمع القضاء. الله قائم في مجمع الله، فنسب إلى قضاة بني إسرائيل اسم الله الأعظم. التسمية لا تعني شيئا ولا تفيد بأنه الله عز وجل. قال لنا من حقوق 3:3 القدوس تلألأ، وهو كان عاوز يقول ان القدوس دوت مش الرب يسوع المسيح لكن رسول الاسلام. التحدى اذا اي حد عرف يثبت ان هذا الشخص وان هذه الاوصاف تنطبق على بشر لغويا. الحقيقة ان كل شيء في الكتاب المقدس كان يصرخ بأن المسيح هو إنسان، هو إنسان فقط، ليس فيه من الألوهية شيء. فالمسيح عليه الصلاة والسلام صرح في يوحنا 8:40 تريدون قتلي وأنا إنسان، قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. إذا استعرضت الكتاب المقدس في عهده الجديد ستجد عشرات الشهادات تشهد بعجز المسيح عن أن يكون إلها. كيف يكون إلها هذا الذي يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا؟ كيف يكون إلها ذاك الذي لا يعرف موعد يوم القيامة؟ المسيح عليه الصلاة والسلام أكد في هذا العدد لإصحاح 5 بأنه كان فقط نبيا رسولا. يقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، لو كان الله شهادته حق، لكن يقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر هو الله عز وجل، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. فالمسيح عليه الصلاة والسلام يذكر بأنه إنسان. أيضا المسيح في هذا العدد في يوحنا 5:20 و32 و37 و45 يقول لأن الآب يحب الإبن. طيب مو الآب عندكم هو الله والإبن هو الله، كيف الله يحب الله؟ معناته في مغايرة بين الآب والإبن. يقول أيضا الآب نفسه الذي أرسلني يشهد. فالآب غير الإبن، فالآب غير الإبن، هناك مغايرة بينهما، والمغايرة جناب القس تعني الشرك بالله عز وجل. دعونا نقرأ بعض النصوص التي تتحدث عن هذا النبي العظيم وتنسب إليه عجز البشر. مرقس 13:32 أما ذلك اليوم وتلك الساعة يوم القيامة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن. ولا الإبن، مع أن الإبن اسم للاهوت المسيح، عندهم اللاهوت آب وابن وروح قدس. الإبن الذي يزعمون له اللاهوت لا يعرف متى الساعة، لا يعرف متى الساعة، ولا الإبن إلا الآب. الآب فقط، الثالوث ثلاثة، آب وابن وروح قدس. مين بيعرف متى الساعة؟ الآب فقط. أما الإبن الروح القدس لا يعرف متى الساعة، إذن ليسوا بآلهة. الذي يجهل موعد الساعة ليس بإله. يوحنا 11:33 المسيح عندما أراد أن يحيي لعازر
ايش اللي حصل؟ فانزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه؟ مش عارف وين محله، مش عارف وين محله. في متى 20:20 لما جاءته خالته فطلبت منه ان يجلس ابنها واحد عن يمينه وواحد عن يساره، ماذا قال لها؟ اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. ما استطيع اجلس احد على يميني ويساري، هذا هو الله؟ الله لا يقدر على فعل ذلك؟ كيف يعجز الله عن معرفه مدى الساعه؟ في عقاب مرقس 13 قال عنه انه لا يعرف الساعه، وده المكان الوحيد اللي في الكتاب اللي مذكور لان مرقس يعلن شخص الرب يسوع كالخادم. لكن يا ريت يجيب من اي نص تاني ان ذكر ان الابن لا يعرف الساعه. في متى 24 قال لا الملائكه تعرف، ولكن لم يقول ان الابن لا يعرف. لكن عندما ندرس انجيل مرقس نعرف ان مرقس يتكلم عن شخص المسيح من الناحيه الجسديه. دقيقة. يوحنا 11 بيقول ان الله لا يعرف اين وضع العار. ارد عليه عندما سال الله في القران المسيح، اساله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اعبدوني اتخذوني انا وامي الهين دون الله؟ قال له حشاك يا رب، مع ان لو انت قلت، لو انا قلت كنت انت عرفت، هل الله لم يعلم؟ لكن سأل المسيح أين وضعتموه؟ كي يرى الجميع المكان الذي دفن فيه العازر. ولما قال العازر هلم خارجا، لا صرخ ولا بكى زي أليشع ولا بكى زي إيليا، لكن كان أمر. ودوت عندما ذكرنا في يوحنا 5 تأتي الساعة والذين هم في القبور يسمعون صوت ابن الله فيحيون. لولا المسيح لم يقل العازر هلم خارجا، بحسب هذه الآية كان خرج كل الأموات الذين في القبور. وبنعرف من المقطع ان العازر انتن عفن، يعني الله السيد المسيح خلق للعازر جسد جديد. قالت له يا سيد قد انتن. وقلنا ان المسيح في انجيل مرقس اتكلم عنه الوحي كعبد، لكن لم يتكلم يوحنا ولم يتكلم متى عن ما ذكر بنفس التعبير. وانا قلت في المداخله السابقه ان في متى 24 لم يقل المسيح انه لا يعلم، ولكن قال ان الملائكه فقط لا تعلم. وبالنسبه ليجلس واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، هذا ليس لي، لان الله الهنا اله ترتيب. من الله عنده خطه ازليه، مش عندما الواحد يطلب ان يجلس على يمينه وعلى اليسار يبقى الله يسمع له، لكن الله اله ترتيب. جناب القس يقول يعني عجيب، يقول لا الابن يعرف، يقول المرقس ما قال انه الابن لا يعرف مدى الساعه، مع ان النص يقول ولا الابن. هذا ايش من عنده؟ من المرقس. ولا الابن، الابن لا يعرف مدى الساعه، ولا الابن الا الاب. هو قال لا ما فيش ولا الابن. يقولون أنتم أيها المسلمون في الحقيقة تؤمنون بألوهية المسيح من حيث تدرون أو لا تدرون. لماذا؟ لأنكم تؤمنون بأن المسيح عليه السلام يحيي الموتى. من الذي يحيي الموتى إلا الله؟ قال الله عز وجل وأحيي الموتى بإذن الله. نعم، المسيح عليه الصلاة والسلام لم يكن قادرا على فعل شيء من نفسه. هو الذي قال في إنجيل يوحنا أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. يقولون أحيا لعازر،
طيب عندما أحيا لعازر، هل كان هذا دليلا على ألوهيته، دليلا على أنه الله، أم كان دليلا على أنه نبي رسول أعطاه الله عز وجل هذه القدرة؟ ما هي الدلالة في قصة إحياء لعازر؟ ما هي الدلالة في قدرة المسيح على إحياء الموتى؟ كان هذا المقطع في مناظرات فيينا. أمر آخر تأكيدا للإصحاح اللي فضيلة الشيخ استشهد به، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن يحيي من يشاء. وده بنشوف كلام سليم حتى في القرآن الكريم، يقول ويحيي الأموات بإذن الله، مش كده برضه؟ ولا أنا غلطان؟ يبقى صحح لي كمان، مش المسيح برضه بيحيي الأموات في القرآن؟ أكيد. إذا كان ما بيحييش فيقول لي ما بيحييش، أو ما تفرقش معايا بإذن الله، لكن مش أي حد بيعرف يحيي الأموات. ليه بتعمل كده؟ لأن الأب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. ليه؟ لكي يكرم الجميع الابن كما، يعني بنفس الكيفية كما يكرمون الأب. من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه تأتي الساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، ده الله الآب، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطان أن يدين أيضا. ليه أعطاه سلطان؟ لأنه ابن الإنسان، لأنه ابن الإنسان. جناب القس استشهد ايضا في يوحنا 5، وذكر اني يعني ابتر النصوص وارجو يعني الا يلجأ لمثل هذا الاسلوب. انا لا ابتر النصوص، انا اقرا النصوص بتمامها، لكن لو قرات ما جاء في انجيل يوحنا 5 لوجدت فيه ما يشهد للمسيح عليه الصلاه والسلام في وسط النصوص التي تذكرها على انه ليس هو الله. فمثلا تقول بأن المسيح يحيي من يشاء، بالفعل هذه وردت في هذا الإنجيل وفي هذا العدد، لكن هل قرأت في نفس العدد بأن المسيح يقول أنا لا أفعل من نفسي، لا أقدر على فعل شيء من نفسي؟ هل قرأت مثل هذه العبارة في نفس هذه الفقرة من إنجيل يوحنا؟ نعم، المسيح عليه الصلاة والسلام حين قال أنا أفعل وأفعل وأفعل، في نفس النص قال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. نعم أيها الإخوة الكرام، دعونا نقرأ بعض ما جاء في هذا الإنجيل، في هذا الإنجيل إنجيل يوحنا في الفقرة 5 التي استشهد بها جناب القس. يقول المسيح في يوحنا 5: الحق أقول لكم، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. هذا في نفس الاصحاح رقم 5. يقول المسيح بانه يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. طيب نكمل النص: لانه كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا. اعطى الابن ايضا، لاحظت كلمه اعطى الابن، ما هي من عنده، هذه عطية الله عز وجل. أعطى الإبن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً، أعطاه. طيب بدي أسألكم يا جماعة، الله هل هناك أحد يعطيه السلطان؟ لا، الله يمتلك السلطان بذاته. أما المسيح أعطاه الله. طيب بدي أسألكم، لو ما أعطاه الله عز وجل، لو ما أعطاه؟ يقول في نفس الإنجيل يوحنا 5:30 في نفس الإصحاح، يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. فإذا ليش تقرأ؟ مو أنا اللي أبتر النصوص، أنت اللي بتبتر النصوص.
تأخذ نص البقرة وتترك ما بعدها، مما يقول بأنه لا يفعل من نفسه شيئا. جناب القس ذكر بأن المسيح يحيي الموتى، ممتاز. إذا المسيح إله لأنه يحيي الموتى، القاعدة تقول إذا كل من يحيي الموتى هو إله، ما دام دليل ألوهية المسيح أنه يحيي الموتى، فكل من يحيي الموتى أيضا هو إله. نأخذ بعض الذين أحيوا موتى. في سفر الملوك الأول 17-19 النبي إلياس أحيا ابن الأرمن بطريقة غريبة عجيبة، قال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت، يقول النبي لله قد أسأت بإماتتك ابنها، فتمدد على الولد 3 مرات، نام فوق الولد 3 مرات، وصرخ إلى الرب يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، يقول النص فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعش. إلياس أحيا ميتا، إذا هو الله. اليسع أحيا ميتين، واحد هو حي واحد هو ميت، اليسع هو ميت أحيا ميت. نأخذ النصين. الملوك الثاني 4-32 دخل اليشع إلى البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه، فسخن جسد الولد إلى أن يقول فتح الصبي عينيه، رجعت إليه الحياة. وهو ميت في سفر الملوك الثاني 13-21 فيما كانوا يدفنون رجلا، شايلين ميت في جنازة، وصلوا إلى قبر اليسع، فإذا بالغزاة، إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر اليشع، فلما نزل الرجل الميت ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه. وهو ميت اليشع أحيا ميت، إذن هو أولى بأن يعبد ما دام بأنه فعل ذلك. المسيح إخوتي الكرام حين أحيا لعاذر رفع عينيه إلى السماء، ليش كان يرفع عينيه إلى السماء؟ يقول أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. نلاحظ التشابه بين الله في العهد القديم والمسيح في العهد الجديد. كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. طبعا ده مش لكل حد، لأنه هو الإبن الوحيد المميز، مش كل المؤمنين بيحيوا من يشاء ويميتوا من يشاء، مش كل المؤمنين أو الملائكة بيدينوا الناس، مش كل أبناء الله لهم نفس القدرة. وأعطاه سلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان، لأنه أخذ جسد. ولما قال العاذر هلم خارجا، لا صرخ ولا بكى زي أليشع ولا بكى زي إيليا، لكن كان أمر. ودوت عندما ذكرنا في يوحنا 5 تأتي الساعة والذين هم في القبور يسمعون صوت ابن الله فيحيون. لولا المسيح لم يقل العاذر هلم خارجا، بحسب هذه الآية كان خرج كل الأموات الذين في القبور. وبنعرف من المقطع أن العاذر أنتم عفن، يعني الله السيد المسيح خلق للعاذر جسد جديد. قالت له يا سيد قد أنتم. هناك فرق بين شخص المسيح الذي يقول عن نفسه العاذر هلم خارجا فيخرج العاذر من القبر بعد 4 أيام، هناك فرق بين الأنبياء الذين صنعوا والرب شهد عنهم سواء كان في حياته أو مماته. المعجزات مش دائما مقياس، إن في كتير أنبياء فعلوا معجزات، لكن ماذا صنع المسيح؟ ودوت الدخلة الجاية سوف أكمل.
الدعوة إليكم أيها الأحباب الكرام لتشاهدوا كامل المناظرات. إن عجزتم وضاقت أوقاتكم عن رؤية كامل هذه المناظرات، فإني أدعوكم إلى رؤية مقتطفات من مناظرات فيينا. ما قدمته اليوم هو في موضوع ألوهية المسيح، موضوع المناظرة الثانية. من باب التشويق دعوني أقدم لكم مقطعاً من المناظرة الرابعة التي كان موضوعها صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لا يعبر عن فكر إلهي أو لا يعبر عن حقائق إلهية، فالرب تبارك وتعالى حين يتحدث وحين يوحي فإنه يوحي ما يصلح حياة البشر، يوحي ما يتوافق مع مشيئة الإله وإرادته. لكن الكتاب المقدس نرى فيه جبلة بشرية، طبيعة بشرية، يتحدث عن أمور لا علاقة للوحي بها. ما علاقة وحي الله عز وجل بالجاكيت الذي نسيه بولس؟ ما علاقة وحي الله بالسلامات الذي أودعها بولس في رسالته إلى رومية في الإصحاح 16 إلى كل من يعرف ومن لا يعرف في مدينة رومية؟ ما علاقة هذا بوحي الله تبارك وتعالى؟ ثم هل تعتبر الآيات التي نزلت بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا، هل تعتبر أيضا من هذا النوع حديث عن قضية شخصية تخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرى الحوار حول هذا في المناظرة الرابعة من مناظرات فيينا، والتي سنفرد لها مقتطفات خاصة في بعض الأسابيع إن شاء الله تبارك وتعالى. جناب القس، نحن نرفض قدسية هذا الكتاب لأن هذا الكتاب يتحدث عن أشياء شخصية لا علاقة للوحي فيها. تيموثاوس الثانية 4-13 يقول بولس، أخبرني ما علاقة ما يقوله بولس بالله عز وجل بالوحي؟ ليش هذا موجود في كتاب الله؟ طبعا كله من النسخة التي هو يؤمن بها. الرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس أحضره متى جئت، هو ناسي الجاكيت تبعه. يقول له الرداء الذي تركته في تراوس، مدينة تراوس عند صديقي كابرس، أحضره متى جئت. والكتب أيضا لا سيما الرقوق، لا تنسى المخطوطات، نسيان كتبه ونسيان الجاكيت تبعه. ما علاقة البشرية بهذا؟ لماذا ينسب هذا إلى وحي الله؟ يكمل فيقول سلم على ريسكا وأكيلا وبيت أنسيفوروس. واحد يسلم على أصحابه، ما علاقة هذا بوحي الله؟ يخبره بخبر أراستس بقي في كورنثوس، صديقهم أراستس لم يأتي معه، بقي في كورنثوس. طيب ماشي، أراستس بقي في كورنثوس، لماذا يسجل الله في وحيه هذه القصة؟ واحد يخبر صديقه يقول له ترى صديقنا أراستس بقي في كورنثوس، ما علاقة هذا بوحي الله؟ أما تروفيموس فتركته في ميليتيس مريضا. إنسان زي أي إنسان، أنا الآن مسافر، أكتب رسالة لوالدتي أخبرها صديقي فلان قابلت أخونا الأستاذ سمير وقابلت أستاذ رأفت، وسلميني على ابن عمي وسلميني على ابن عمتي، ما علاقة هذا بوحي الله؟ هذه مشاعر شخصية كتبها بولس في رسالة كتبها لصديقي، لكنها أصبحت جزءا من كلام الله عز وجل. أخذت الشيخ عن الرداء اللي طلب الرسول بولس من تلميذه تيموثاوس، وقال كده ما هي الفائدة التي تعود علينا؟ واحد نسي جاكيتة بتاعته، ايه هي الفائدة؟ اقدر لما اجي اوعظ والرقوق ايضا احضرها معك، اقدر اوعظ عن الرداء، ان كان هناك احتياج للرسول بولس للرداء لان الدنيا دخلت عليه شتاء برد، عم محتاج رداء مش طبيعي. الرقوق التي نسيتها، ايوه احضرها معاك، كان في رقوق، اذا الرسول بولس كان في رقوق خاصه بيه محتاج ان هو يسلمها للاخرين او يدرسها او ايا كان. سؤال بقى، قلت الشيخ ادرى مني بما جاء في سوره الاحزاب مش كده؟ بالنسبه لزينب بنت جحش، ايه علاقه المؤمنين والمسلمين بموضوع زيد وزينب بنت جحش؟ ولما قضى زيدا منها وطرا، ايه علاقه المؤمنين والمسلمين بامر القصه؟ اثنين
عندهم مشاكل عائليه، ايه علاقتي انا بستفيد ايه؟ ايه علاقتي انا كمسلم او كمؤمن تبت يد ابو لهب؟ ايه علاقتي استفيد انا من ايه من الكلام ده؟ هديت فضيله الشيخ كتاب لما كان عندي اسمه رجال والنساء نزل فيه القران الكريم. اذا اخذنا بنفس المنطق، ايه علاقه يعني ده هتعلم انا ايه من في اثنين عندهم مشكله زوجيه عقليه؟ ايه المشكله انا اتعلم انا ايه من الكلام ده؟ مثلا جناب القس يقول: ما فائدة قصة تبت يد أبي لهب؟ لنعرف أن الله يذم الكفر ولو صدر من عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرت قصة زيد؟ لنعلم بأن الله عز وجل يكشف سريرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بعكس مراده. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لنعلم بأن القرآن يأتي أحيانا على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أنه من كلام الله. ولأمر آخر، ما هو؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لنعلم بأن الله أبطل عادة التمني. جناب القس يقول: ما فائدة الرداء؟ لأنه كان هناك شتاء. صح والله، الواحد في شتاء زي شتاء فيينا يحتاج إلى الرداء. لكن أنا أقول: ما فائدة أن يوضع هذا في كلام الله وفي وحي الله؟ سنعود مرة أخرى أيها الأحباب الكرام لنعرض عليكم نماذج أخرى ومقتطفات أخرى من هذه المناظرات. في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل سنعود للمرة الثالثة للحديث عن مريم العذراء. تحدثنا عن إثبات أن المسيحيين يعتبرونها عروس الله وخطيبة الله وزوجة الله، وأن الروح القدس أخصبها إلى غير ذلك. ثم تحدثنا في حلقة تالية عن إثبات أن الكاثوليك والأرثوذكس يعبدون مريم، وأن القرآن حين ذكر عبادة مريم لم يكن يذكر أنها من الثالوث الأقدس، ولم يكن يرد على فرقة المريمانية كما يدعي المسيحيون، بل كان يرد على الكاثوليك والأرثوذكس الذين يعبدون مريم، ولو قال الأرثوذكس بأنهم لا يفعلون ذلك. في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة في ذات الموضوع، نثبت من خلال التراتيل ومن خلال مواصفات مريم عند هؤلاء الكاثوليك وعند الأرثوذكس أنهم يصفونها بصفات إلهية، وأنهم يقدمون لها الدعاء والعبادة التي لا تقدم إلا لله تبارك وتعالى. موعدنا في الأسبوع القادم في الساعة 9 حسب توقيت أم القرى من مساء يوم السبت. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعمل شير، يعمل شارك، شارك ناس تانية، وريها الموضوع، وصلوا ليهم، كونوا أكتف. ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.